صبي عمره 3 سنين ونص، تعتاد انه لما بده ينام يكون ابوه جنبه ويكون الولد يلعب بدان ابوه. الام متضايقه كتير، جربت توقف هاي العاده، صار يلعب بدانها هي ومش عارفه كيف تعمل. بتنيمه الساعه 8، بضل يقوم 3 4 مرات من تخته بفيق، وهاي العاده مش عارفه كيف توقف له اياها. القضية كتير هويني، التدريب كتير سهل بس بده صبر، صبر وثبات. يعني إسا هي بتقول إنه أنا بفوته بأنشطة حركية وأنا مش مقصر بواجباته. لا، بدنا ننتبه إسا لأول إشي الثبات، الثبات على التدريب لمدة على الأقل 21 يوم، ومرات ممكن أقل. بده يلعب بدانك، بده يلعب بدانك، بمسكه الملحفة، بمسكه لعبته، بمسكه أي إشي اللي حابب إنه يمسكه لما يجي ينام. أغلب الأطفال بتحب تنام هي والدومة تبعها وتعبطها، هذا إشي طبيعي. طفل عمره 3 سنين ونص، هذا ولد طبيعي. المهم أنتو تنتبهوا لما بتتنازلوا عن سلوك اللي أنتو شايفينه إنه بده يصير عادي، لما بتكرر بصير عادي. فإذا بشكل مباشر وواضح بمسك ايده وبنزلها عن دانك، بنزلها عن داني وبحطها مع الدمية مع الحاف هاي، او اي اشي تاني. ممكن كمان يمسك اي اشي تاني وهو نايم على تخته، مخدته، شرشفه. المهم انه بده يمسك، خليه يمسك، بس يمسك اشي مش من جسم الام والابو. هاي أول نقطة. النقطة الثانية، بقوم 3 4 مرات باليوم بالليل، هذا ممكن يصير مثل كشكش ينام بسريره وبقوم وبتحجج، بدي مي، بدي أفوت على الحمام، بدي تكون جنبي. هذا طبيعي، بدنا يخليه يتخلص من هاي العادة. لازم التدريج، بالتدريج بده شوية ثبات وشوية صبر ودوام. بقعد جنبه، بمسكه كمان مرة لحافه، بمسكه دميته، بغني له تهليل مليان مليان. عندك أنواع بتكيش تغني، حطي له أي موسيقى أو أي أغاني. أنا سجلت لكم أغاني للأطفال اللي ممكن إنه ينام ويرتاح فيها. وبخلال النهار مهم كتير إنه أوفر له بيئة عاطفية، نغني مع بعض، نحكي قصص، نلعب شغلات حلوة اللي فيها عاطفة، في بيئة فكرية. 3 سنين ونص يركب بيئة أنشطة. الأنشطة هاي إذا بقدر أرهقه اللي فيها قبل النوم يفوت على الحمام دافي، وبعد الحمام يتناول وجبة خفيفة ويفوت على التخت، وما أفوتش جنبه، بقعد جنبه، بحكي له قصة ومنغني، بغني، بحط موسيقى. وهيك أنت بتكوني نموذج ومش غضبان ومش منفعل، وعمالك تستخدمي المعرفة. المعرفة بتساعد الطفل، صرتي نموذج.